السؤال التاني دكتور عن ان هو هيتقدم لوظيفه وهذه الوظيفه تشترط عليه ان هو يحلق اللحيه، فهل يتقدم ليها ولا ماذا يفعل؟ اذا كان محتاج لذلك ففي سعه في هذا الامر. احنا قلنا اللحيه فيها الاراء الثلاثه، راي من يرى بالوجوب، ومن يرى انها سنه مؤكده، ومن يرى انها سنه من سنن العادات، ليست سنه مؤكده شرعيه ولكنها سنه من سنن العادات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس هكذا فحثهم على الا يخالفوا المجتمع الذي فيه. وطبعا كل فريق من العلماء له ادلته الذي لا يسعنا المقام لذكرها. اذا كان هو يحتاج الى هذه الوظيفه فلا باس ان يفعل ذلك، حتى لو كان يرى انها فرض او انها واجب، يقلد من يرى انها سنه مؤكده، او يقلد من يرى انها سنه من سنن الفطره طالما انه يحتاج الى هذا العمل.